قولي في العمل اليوم مدلتنا بحاجة مزينة على الاخر تحبها النساء الكل اللي هي البارفان الأودو بارفان. ما فماش مرأة ما تحبش تكون ريحتها طيبة. والأودو بارفان اليوم اللي باش نقترحها هي فولاري ومعها رولون مزينة على الاخر ريحتها رومانسية فيها هكا ريحة كلها حب متكونة من الورد وزهرة الليلة والخوخ اللي يخليه البارفان ياسر ياسر بنين ويدوم يقعد معناها مدة طويلة وتوى وقتها. فولاري توى الوقت متاحها في الشتاء. الفلاكو متاحها ياسر مزيان في 50 مليليتر دونك كونتيتي هيلة وتقعد لك معناها ما توفاش في ساعة. وباش الريحة تكون كاملة فما رولون ديدوغون هذايا من نفس الريحة فولاري دونك تكون عندك رولون ريحته نفس الريحة متاع الأودو بارفان متاعك. أكيكا تكون الريحة متاعك ياسر بنينة على خاطر غالب فيها كما قلنا ريحة الورد وريحة هي زهرة الليلة والخوخ اللي هما متميزين على الاخر على الاخر. هذا اقتراح اوريفلام اليوم. اوريفلام لا مولتي ناسيونال سويدواز دو برودوي كوزميتيك قدمت لكم بيل اي ناتوريل. اوريفلام فو ريف نوتر انسبيراسيون. انا حكيت على الاودو بارفان فولاري وحكيت على المكونات نتاعها. الجواب نتاعي شنو ما هما المكونات هذوما اللي هما الورد وزهرة الليلة والخوخ. يا عيني عليكم مبروك 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 يا جيهان عندك كادو هايل من